احنا في محافظة الجيزة جهاز رعاية الشباب احنا بقالنا فترة بننظم معارض، يعني يمكن بمعدل كل شهر تقريبا في النوادي واكتر من مكان، خاصة لما لقينا ان في سيدات كتير ومجالات كتير مش باينة للناس، ممكن ما يكونش عندهم مكان بيعرضوا فيه منتجاتهم فبيلاقوها فرصة. فيمكن النهاردة يمكن اول تعاون مع جمعية زوجات ضباط الشرطة، وان شاء الله ما يكونش الاخير، لان هو فعلا النهاردة التنظيم رائع وكل حاجة جميلة جدا، واتمنى انه يكون عجبكم. المعرض طبعا زي ما انتم شايفين احنا عاملينه بمناسبة المدارس ومطعمين، وطبعا بالمشغولات اليدوية، لان التراث المصري او العربي احنا ابتدينا نفتقده، فدايما بنحيي التراث بتاعنا المصري عشان اولادنا والاجيال اللي جاية ما تنساش التراث بتاعنا او العادات والتقاليد بتاعنا. احنا كجمعية كل مشغولاتنا مشغولات يدوية وجاية من ابسط الحاجة، يعني خامة الخيش والحاجات اللي زي كده، الزجاجات اللي في البيت اللي ممكن بنرميها، العسل طبعا حاجات طبيعية والعسل مفيد وموجود عندنا وكمان معالج في نفس الوقت. عايزين نحافظ على التراث بتاعنا ما يضحش، أولادنا وأحفادنا يعرفوا إيه الحاجات الأساسية اللي البلد بتنتجها. أنا مشارك في المعرض بعسل أبيض أطفى أولى وأطفى تانية. إدارة الجمعية أنا مشترك فيها هي بعتت لي عشان أنا دايماً الحمد لله شغلي كويس ومنتجاتي كويسة والناس بحبها جداً، فعرضت عليها أن أنا أشارك. أنا عسلي كله طبيعي، حتى التغذية بتاعتي لما بغذي النحل ما بغذوش سكر، بغذيه عسل. الأطفى التالتة بخليها عشان أغذي منها. منتجاتي طبعا انا بلشت التراث زي ما قالوا، اللي هو تراثنا هويتنا مثل ما قالوا، وعمري 16 سنه اخذته كقاعده اول شيء لتاريخنا وهويتنا كفلسطينيه، واستمريت وانا صغيره، يعني كنت اشتغل بالاجار بمركز اسمه الهلال الاحمر الفلسطيني. انا بصمم الشيء واللي بصنعوها الصبايا اللي عندي، لانه انا صار عندي مركز منه بدرب ومنه كمان بسلم الصبايا، انا باسس لهم بقسم لهم وهن بيشتغلوا هذا الشغل وبجيبوا لي. انا عندي هلا عم بشتغل في ناس لهم، عندي شي 7 عبة اللي هن التراث فلسطيني على قماش النجف، هذا قليل من الناس، هذا قماش عراقي اصلا اساس. كل منا بشوف يعني شغلي كثير بنبسط انه شغل يدوي وشغل فلسطيني، واحنا يعني مش ناسين تراثنا، احنا تراثنا غالي،